Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala Allahumma alihi salli. wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la Amin. sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alish shu'ba idza syi'ta sahla. Kaifa halukum ya Amin. ikhwan? Alhamdulillah bikhair ya Alhamdulillah Ustaz. bikhair. Baik. Al-an darasna fi al-wahdah al-jadidah. الوحدة الرابعة الحياة في المدينة نأتي إلى الموضوع الأول بين القرية والمدينة. طيب، هناك الحوار بين الأب والأم، سأقرأ هذا الحوار مرتين ثم بعد ذلك اسألوا عن الكلمات التي لم تعرفوا معناها أو عن الأشياء التي لم تفهموها من هذا النص، من هذا الحوار. سأقرأ الحوار. يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ لنا بيت في القرية ولنا بيت في العاصمة، لماذا نترك بيتنا وليس لنا بيت في العاصمة؟ لماذا نترك بيتنا ونرحل إلى هناك؟ أولادنا يعيشون في العاصمة، حيث حسين يدرس في الجامعة ومحسنة تدرس في كلية المعلمات وحسان يعمل في شركة هناك. هل نترك مزرعتنا يا أم عمرو؟ سيموت الزرع والشجر. أنا خائفة على أولادي. الحوادث كثيرة في العاصمة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا، فهناك التلوث والضوضاء والازدحام، وفي القرية أهل والجيران. هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا. نحن نحتاج إلى أولادنا وهم يحتاجون إلينا أيضا. نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. أنا أكرر. يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ لنا بيت في القرية وليس لنا بيت في العاصمة، لماذا نترك بيتنا ونرحل إلى هناك؟ أولادنا يعيشون في العاصمة، حسين يدرس في الجامعة ومحسنة تدرس في كلية المعلمة وحسان يعمل في شركة هناك. هل نترك مزرعتنا يا أم عمرو؟ فيموت الزرع والشجر. أنا خائفة على أولادي. الحوادث كثيرة في العاصمة.
أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا، فهناك التلوث والضوضاء والازدحام، وفي القرية الأهل والجيران. هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا، نحتاج إلى أولادنا وهم يحتاجون إلينا أيضا. نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. طيب، هل هناك سؤال يا إخوان حول هذا الحوار؟ نعم أستاذ، ما معنى العاصمة أستاذ؟ العاصمة، عاصمة مثل المدينة؟ إيكائن، آه هذه عاصمة. قبل إيكائن ماذا؟ جاكرتا عاصمة. أستاذ، نعم عندي سؤال. نعم في قبل ذلك، الجملة، هل فهمت، هل عرفت يا أخونا عارف عاصمة؟ فهمت أستاذ. نعم تفضل. أنا أستاذ، في الجملة، في القرية أهل والجيران. نعم الجيران بالمعنى جار. نعم جمع من جار. نعم، شكرا. عفوا، ولا آخر. الازدحام أستاذ، لماذا الازدحام؟ معناه هو الازدحام، مثلا ذهبت إلى المكتبة، في الصباح وأنت في جاكرتا، ماذا سترى؟ السيارات كثيرة، صحيح؟ في الطريق، صحيح؟ هذا هو الازدحام، السيارات والمطورات كثيرة في الازدحام، حتى لا نستطيع أن نركب جيدا، هذا هو الازدحام، طيب أستاذ، فهمته. مشيت. نعم، التلوث، بوسي. الهواء غير جيد بسبب ماذا؟ بسبب المصنع، بسبب ماذا؟ السيارات، التكون بسبب الحافلات، بسبب السفن، الهواء غير جيد، بولوشن. نعم نعم أفهم أستاذ. نعم نظر تفضل. في الجملة الأولى، قالت الأم: يا أبا أمرين، مريكا نترك القرية، كتب هنا ونسكن. نظر، هل هذه خطأ؟ نسكن أو نسكن نقرأ؟ نسكن، لأن قبله نترك. نسكن نزل نعم نسكن، لأن قبله نترك، وواو نترك هنا واو العطف. أو العطف. نسكن. نعم، لماذا نترك يا أستاذ؟ ماذا؟ لماذا نترك ليس نترك؟ لأن هناك ماذا؟ هناك أحرف عن النصب، مثلا ما رأيك أن نترك القرية ونسكن في العاصمة هناك؟
إذا حرف النصب بن هناك ماذا؟ محذوف، حرف حرف ال النصب وربع جزء. مفهوم حتى حذفت بن حذفت محذوف حذفت يا محذوف. نعم هناك حرف النصب حذف، حرف النصب ما محذوف. طيب أستاذ، شكرا. عفوا، الضوضاء يا أستاذ، ما معنى الضوضاء؟ الضوضاء كثير الصوت. كثير الصوت. واو، في القرية لا يوجد، صحيح، في العاصمة موجود، بسبب ماذا؟ في القرية لا يوجد الضوضاء، قليل جدا. نعم، قليل من السيارات، نعم، من المركب. من المركب. سؤال آخر، خلاص أستاذ، طيب الآن سأسألكم، نعم. يا أخونا ياسر، هل أبو عمرو، ماذا رأي أبو عمرو للذهاب إلى القرية ويسكن هناك؟ رأي أبي عمرو أنه لا يريد الانتقال إلى العاصمة. لماذا يا أخونا ميزة؟ نعم، السؤال لماذا نفس السؤال. لا يريد الانتقال إلى العاصمة؟ لأن في المدينة تلوث، هناك تلوث والضوضاء والازدحام، وفي القرية يوجد المزروعة ماذا والأرض، كريم؟ وفي القرية؟ وفي القرية أيضا هناك المزروعة، مزرعته. نعم سعد، كل سعد. طيب وليس له بيت في العاصمة. أخونا أريس، أين يعيش أولاد أبا عمرو؟ هو يعيش في العاصمة، هم يعيشون هم يعيشون في العاصمة. ما أخونا نوفل، ماذا فعل الأولاد في العاصمة؟ أخونا نوفل، أفندم أستاذ، نعم، ماذا؟ ماذا فعل الأولاد في العاصمة؟ أه
فعل الأولاد في العاصمة حسين يدرس وحسين يدرس في الجامعة ومحسنة تدرس في كلية المعلمات وحسن يعمل في شركة هناك. طيب يا أخونا ياسر، على أي شيء خافت الأم؟ على أي شيء؟ الأم تخاف على أولادها لأن في العاصمة حوادث كثيرة. طيب أخونا أريس، هل الأب والأم يحبان العاصمة أو لا؟ لا أستاذ، لا، لماذا؟ في العاصمة التلوث والضوضاء والازدحام. طيب أخونا ميزات، حاضر. ماذا قالت الأم عندما الأب لا يريد أن ينتقل إلى العاصمة؟ قالت أنا مريض وأنت أيضا مريض ونحن نحتاج إلى أولادنا وهم يحتاجون إلينا أيضا. نعم، نحتاج إلى أولادنا. نعم. يا أخونا نوفل، ماذا سيفعل الأب؟ ماذا سيفعل الأب؟ الأب سيفعل لا، ليس سيفعل. الأب سيطلب من الأولاد أي أن يشتروا لهم أي أن يشتروا لهم بيتا هناك. بيتا هناك. طيب إذا واضح عندكم هذا الحوار صحيح؟ إن شاء الله سعد. طيب أنتم كلكم متزوجون؟ من لم يتزوج هنا؟ طيب إذا أنتم كلكم متزوجون، أريد منكم هناك من سيكون الأب وهناك من سيكون الأم. مثلا أولادكم أو أبنائكم يعيشون في المدينة أو في العاصمة، وأنتم تعيشون في القرية. ماذا ستفعلون عندما ماذا؟ عندما تحتاجون إلى الأولاد، ماذا ستفعلون أنتم؟ ماذا ستقولون؟ اجعل كهذا الحوار، هذا الحوار مثال فقط. ماذا ستتكلمون؟ مثلا أخونا ياسر، أنت ستكون الأم، وأخونا نوفل مثلا ستكون الأب. ماذا ستتكلم؟ استطعتم؟ تستطيعون أنتم؟ أو تريدون أن تفكروا أولا عن الكلمات مباشرة مباشرة مباشرة؟ ما شاء الله.
Ah, تفضل من يريد أن يبدأ؟ شخصين. أنا سأجرب. نعم، أخونا ميزة مع من؟ تفضل. أنا كالأم. أنت كالأم. ها، من سيكون الأب هنا؟ ها، تفضلوا يا إخوان. طيب ننتظر الأخ الآخر يا أخونا ميزة. نعم، ما أنتم أخونا ياسر، أنتم ذكيون. هنا ياسر، تفضل. أهلا يا أستاذ. تستطيع أو لا زلت تفكر؟ هيا بنا، تفضل هيا بنا. أخونا ميزة مع أخونا ياسر. كيف؟ طيب أخونا ميرزا، نعم، أنا حاضر. كالأب، أنا كالأب، نعم، يا تفضل. أبا خالد، ما رأيك نترك هذه القرية ونذهب ونسافر إلى العاصمة في الأسبوع القادم؟ رأيي نسكن في القرية، لأن في القرية لنا بيت ومزرعة، وإذا نذهب إلى العاصمة ليس لنا بيت ولا مزرعة ولا عمل نعمل في شركة.
نعم ولكن أولادنا هم يعيشون في العاصمة. محمود يدرس في المدرسة الابتدائية وخديجة تدرس في المتوسطة وخالد يعمل في الجامعة هناك. هل نترك مزرعتنا ومدرستنا يا أم فاطمة؟ سيموت الزرع والشجر. طبعا أنا خائفة على أولادنا لأن هناك أحاديث كثيرة كثيرة في العاصمة كالجريمة موجودة وكثيرة. ولكن أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي ومدرستنا هنا. أنا كمثلك لكن وأنا أيضا لا أحب العاصمة لأن هناك تلوث وضوضاء والازدحام وأيضا جريمة كثيرة. نعم، ونحن في القرية أهل والجيران والأقارب. كلامك صحيح وهذا حق ولكننا نحن مريض، أنت مريض وأنا مريض أيضا، نحن نحتاج إلى أولادنا في المدينة. وهم يحتاجون إلينا أيضا. يمكن نبيع البيت والمزروعة ونشتري بيتا في العاصمة. هذا أحسن. طيب، إذا سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. نعم جزاك الله خيرا يا أبا خالد. وإياكم يا أم فاطمة. طيب، أخونا حارس وأخونا نوفل، أستطيع أستاذ. لماذا؟ لا بد أن تستطيع، تجرب فقط. طيب أستاذ. هيا بنا كلنا نفعل. إن شاء الله. هيا. يا أستاذ، تابس يا لي هذا الكتاب. أنا أمي. أوه، نعم. السلام عليكم يا أبي. وعليكم السلام يا أم. أنا أريد الانتقال إلى المدينة، كيف رأيك؟ رأيي بيت في القرية ليس لنا بيت في العاصمة. لماذا نترك بيتنا ونرحل إلى هناك؟ أنا أحب المنزلة في القرية لأن إيه في المدينة، لأن في المدينة قريب من الأسواق والجامعات. هل نترك مزرعة تanah يا أم؟ سيموت الزرع والشجر. لا بأس.
في لا بأس نبيع مزرعتنا وبيتنا ونشتري البيت في المدينة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي في القرية. لماذا؟ لماذا أنت في هناك؟ يا أبي، في هذا القرية بعيد من الأسواق وأنا حزني. أنا لا أحب في المدينة لأن هناك تلوث والضوضاء والازدحام، وفي القرية أهل والجيران طيب أبي، أبأسا. ولكن إذا نريد الذهاب للتسوق، هل أنتم مengantar؟ هل أنتم كيف اللغة العربية مengantar Ustaz؟ ماذا؟ مengantar مغنطر؟ أقل لا يقل. طيب يا أبي، ولكن إذا كنت تريد الذهاب للتسوق، الذهاب للتسوق، ما المقصود؟ pergi belanja Ustaz، pergi belanja. الذهاب بagi belanja. Belanja apa؟ Yes, belanja kebutuhan itu Ustaz. ممكن لا مثلا أن تذهب لشراء ماذا؟ استمر استمر. طيب يا أبي، ولكن إذا كنت تريد أطلب شيئا، خذي للتسوق إلى المدينة. نعم سأقول ماذا مengantar، ما معنى مengantar تدي؟ مengantar. Mengantarkan. نعم Mungkin أوكب. ودع يودع أو أرشد يرشد دل يدل. نعم يا أم، أنا سأرشدنا لشراء بشرائي. شيء، لشراء شيء، هل هذا لا بأس؟ طيب يا أبي لا بأس، جزاك الله. جزاك الله خير يا طيب أم. ما شاء الله ممتاز. إلى هنا هل عندكم سؤال حول هذا الحوار يا إخوان؟
الحمد لله، فهمنا يا أستاذ. الحمد لله. أخيرا يا أخونا ياسر، ماذا فهمت من هذا الحوار؟ فهمت من هذا الحوار بأن الأب والأم يتحدثان عن الانتقال إلى المدينة أو العاصمة، لأن أولادهم يعيشون في العاصمة، منهم يدرس في الجامعة، ومنهم تدرس في كلية المعلمات، ومنهم يعمل في شركة، و الوالدان هم في القرية في حالة غير جيد، يعني مريض، والأولاد يحتاجون إلى والدين، وكذلك الوالدان يحتاجون إلى الأولاد، و لا بد إذا كان يريد الانتقال إلى العاصمة، الوالدان لا بد له أو لهما البيت في العاصمة ليسكن فيها ليسكن فيه، ثم الأولاد وكذلك يسكنون مع والديهم. هكذا يا أستاذ. طيب شكرا أخونا ميزة، ماذا فهمت من هذا الحوار؟ نعم سار. في هذا الحوار قد فهمت أن الأم والأب هما لا يحبان أي ينتقلا إلى المدينة، ولكن هما مريضان. نعم سار. نعم الأم مريضة والأب مريض أيضا، ولذلك لابد عليهما أن يسافرا إلى المدينة لأنهما يحتاجون إلى أولادهم، وأولادهم يحتاجون إليهما فقط. طيب أخونا نوفل، ماذا فهمت من هذا الحوار؟ فهمت في هذا الحوار الأب والأم هم ينتقلا إيه هم يحبان ينتقلا أن أن أيضا هم يحبان هما ين يحبان أن ينتقلا لي إيه في المدينة في العاصمة إلى العاصمة. إلى العاصمة. لا يحبان. نعم، ينتقلا إلى العاصمة، ولكن هما يسكن في يسكنان القرية، ولكن يسكنان في القرية، ولكن أولادهم يحتاجون أن يعيشون في العاصمة للعمل، دراسة. كثيرة. لأن الأب والأم مريض
maridun. La yastati'ani ilal ashima. خلاص اشتري. طيب أخونا أريس تفضل. نعم سات. الأم تريد أن تترك القرية ونسكن في العاصمة. ولكن الأب يحب أن يسكن في القرية، والأم أيضا، ولكن أنهما مريضتان وأنهما يحتاجاني يحتاجان أو لا يحتاجو يحتاجاني يحتاجان وأنهما يحتاجان لأولادهما وأولادهما يحتاجون لهما. وأخيرا هما وأخيرا الأم تريد تبيع البيت والمزرعة وتشتري بيتا في العاصمة، والأب سيطلب من الأولاد أن يشتروا لهما بيتا هناك. خلاص. طيب إلى هنا هل عندكم سؤال حول هذا الحوار يا إخوان؟ لا واضح سر. طيب إذا الحمد لله. نعم لا بد أن تفهموا هذا الحوار كله ولا بد أن تعرفوا معنى الكلمات في هذا الحوار. إذن نتوقف عند هذا الحد ونختتم لقاءنا هذه الليلة المباركة، نختتم بدعاء كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.